البند الرابع في القرارات دكتور، دعني أذكر به مرة أخرى، نقرر دعم كل ما تتخذه جمهورية مصر العربية من خطوات لمواجهة تبعات العدوان الإسرائيلي الغاشم على غزة، وإسناد جهودها لإدخال المساعدات إلى القطاع بشكل فوري ومستدام وكاف. معذرة دكتور، ما هي جهود جمهورية مصر العربية في 36 يوم الماضية التي تثمنها وتدعمها القمة العربية الإسلامية الطارئة؟ هذا السؤال الذي كنت أنا سأطرحه لو لم يعني تسبقني إليه، كنت سأطرح هذا السؤال على أي مسؤول مصري. ما الذي قدمته يا مصر؟ مصر الدولة، مصر الرسميين وليس مصر الشعب، ما الذي قدمتموه؟ أنتم تغلقون معبر رفح وتبقون حتى على الشاحنات لأكثر من 5 ساعات متوقفة على الحدود قبل أن تسمحوا بدخول بعض منها. ما الذي قدمتموه؟ مصر العروبة التي كان وما زال كل عربي ينظر بأمل أن تستعيد أمجادها حينما كان العالم كله من أقصاه إلى أدناه يرفع التحية لمصر، مصر العروبة حينما كانت تقف مع أمتها ومع شعبها. ما الذي قدمته مصر في هذه المعركة وهي الدولة الكبرى في دولنا العربية وهي الدولة الأم؟ مصر التي أشعر بالاعتزاز والفخر أنني كنت أحد طلاب جامعاتها ذات يوم وعشت بين أهليها وشعرت أنني بين أهلي، أشعر الآن أنني في غربة عنها وأنها في غربة عني كعربي وكفلسطيني وكمؤمن يحرص على وطنه وبني قومه. وبالتالي أكرر السؤال الذي طرحته أخي الكريم، ما الذي فعلته يا أيها المسؤول في مصر؟ وأقولها بصريح العبارة، أخاطب رئيس مصر والدولة المصرية، أما يكفيكم هذا الصمت المعيب أمام تاريخكم، تاريخ أمتكم العريق، تاريخ مصر أم العروبة؟ ما الذي فعلتموه سوى تعطيل حتى الشاحنات في دخولها إلى القطاع؟ وكان يكفي منكم موقف سياسي فيه شيء من الرجولة أمام هذا العدو المتغطرس ليفرسه، وأنتم القادرون على ذلك ولكنكم لا تفعلون وتعتبرون أنفسكم وكأنكم لا أريد أن أقول السلفادور أو بوليفيا أو هندوراس، أنتم أم مصر العروبة، أم العروبة وشعبها عربي أصيل. أين مواقفكم؟ أين تاريخكم؟ أرجو أن تعيدوا النظر وترحموا مستقبل أبنائكم وعشرات الملايين من شعوبكم التي تنتظر منكم موقفا يرقى إلى الحد الأدنى مما هو مطلوب منكم في هذا الظرف الدقيق الذي يستهدفكم أنتم وجوديا كما يستهدف فلسطين، إن لم يكن اليوم فهو في الغد، وأنتم أعلم بذلك وأقرب الناس علم وأكثر الناس إدراكا بذلك، لكنكم لستم في وارد تحقيق حد أدنى من مسؤوليتكم التاريخية. طيب. أنا آسف لأن أكون بهذه الحدة، لكن هذا لا أستطيع أن أتحدث بغير لساني يا أخي الكريم. وأنا كمصري والله يعني كنت أتمنى أن تكون مصر غير مصر الموجودة الآن تحت حكم عبد الفتاح السيسي، لأن القضية الفلسطينية يعني في هوى الشعب المصري يا دكتور، الشعب المصري يرى أن فلسطين هي قضيته الأولى، ولكن هناك نظام جاثم على صدور الشعب المصري يمنعه حتى من حق التعبير، من حق التضامن، من حق الدعم. وبالتالي بالعكس يعني أنا أضم صوتي إلى صوتك. أستاذ أحمد، بالحديث عن مصر، الإعلام المصري بالأمس الناطق باسم النظام كان يتحدث عبر هاشتاج على تويتر اسمه مصر تقود العالم للدفاع عن القضية الفلسطينية. كانت هناك تسريبات على ما يبدو من النظام بكلمة السيسي في القمة اليوم، وبأن الرجل قد وضع مجموعة من الإجراءات
عبرت عنها القمة العربية في قرارها بأنها تدعم كل ما تتخذه جمهورية مصر العربية من خطوات. هو يعني هل ترى أن هناك مبالغة في فكرة أن هناك دور حقيقي لمصر؟ هل تتفق مع دكتور ربحي أن مصر غير موجودة في المشهد الحالي؟ هو يعني للأسف الشديد دائما كما نقول بالعامية الخيبة على قدر الأمل. عندما يكون أملك كبير جدا ولا تحصل على ما تريد تقع في خيبة أمل كبيرة أو صغيرة. مصر كبير، تاريخها كبير، وأعتقد أن إمكانياتها هائلة، فتستطيع أن تمارس ضغوطا على واشنطن وتل أبيب إذا أرادت ذلك. لكن أنا أدرك أن هذا له كلفة ويجب أن تدفع. واضح أنه ليس هناك قرارا بالدخول في هذا المربع. أما فيما يتعلق بموضوع الجهود وإلى آخره، جهود مصر هي الآن، وأنا اسمح لي بالتوصيف، يعني لا أريد أن أتهم أحد، لكن مصر الآن تتلقى المساعدات وتضعها في العريف، تضعها في الهواء الطلق في رفح انتظارا لموافقة الاحتلال الإسرائيلي على إدخالها. هل تعلم سيدي دكتور أسامة كيف الألية التي تضخ فيها المساعدات من رفح إلى رفح المصرية، من المصرية إلى رفح الفلسطينية؟ هل تعلم كيف تدخل هذه الألية؟ الشاحنات تتحرك من رفح المصرية عبر الحدود الفاصلة ما يسمى بالمنطقة الحرام، تذهب باتجاه المناطق الشرقية، تسير 45 كيلومتر حدوديا. هناك نقطة إن لم تخني ذاكرتي يمكن اسمها العوجة أو شيء من هذا القبيل، تخضع للتفتيش الدقيق من الاحتلال الإسرائيلي، وما تسمح به إسرائيل، ما يسمح به الاحتلال يعود إلى من هذه النقطة 45 كيلو متر إلى رفح المصرية ثم يدخل إلى فلسطين. وما لا تريد، ما لا تريد إسرائيل تنزل من الشاحنة وتضعه على الأرض. هذه الآلية اللي تدخل فيها المساعدات، واليوم نحن نتحدث عن 600 أو 700 شاحنة خلال 36 يوم، هذه كانت تدخل في يوم واحد. احتياجات قطاع غزة في اليوم الواحد الآن وصل إلى 1000 شاحنة. إذا هنا تحدث حقيقة عن أشياء قد تبدو من حيث النمط الإعلامي، الشغل الإعلامي، بأنه أنا عم دخل مساعدات، لكن عندما ندقق في المسائل نجد أن هناك حقيقة إشكالية. ممكن الإعلام المصري يعني في حرج حقيقة واقع في مصر والقيادة المصرية، فبالتالي الإعلام يريد أن يعوض هذا الحرج من خلال طبعا العملية الدعائية والحديث بدور مصر. نحن نتمنى أن يكون لمصر هذا الدور، ليس من باب لا سمح الله التحامل على مصر والقيادة المصرية، لكن نحن نريد ترجمة الأقوال إلى أفعال. أما أن تبقى هذه الأقوال مجرد دعاية إعلامية والحديث أمام الجماهير بخطب نارية وإلى آخره وبيانات يعني يحترق منها الورق لشدة الكلمات التي وردت فيها ولا تترجم على الأرض، من خلال إدخال مساعدات وإدخال أدوية وإلى آخره. ولذلك أنا أقول لك حقيقة وبكل صراحة أن التحدي الآن أمام مصر وأمام الدول العربية والإسلامية التي تجتمع في السعودية ليس له هو قطع العلاقات وإلى آخره. أنا لا لست متأملا في هذا الموضوع، لكن أنا أقول أمامكم تحدي واحد. أنتم الآن اتخذتم قرار، قلتم كسر الحصار فورا وإدخال المساعدات والمواد الغذائية والطبية فورا. أنا سأنتظر غدا صباحا وسأرى هل ستدخل تحت هذا البند فورا، هل ستدخل 1000 شاحنة في اليوم. هذا أعتقد أنه غدا سنشاهده، لا نريد الآن أن نستعجل، لكن هذا نأمله. وإذا أحببت ممكن نتحدث بكرة مساء في حلقة ونشوف إن هل دخلت 1000 شاحنة أم لا، وبالتالي سنرى أنه هل هذا الكلام مجرد تسويق إعلامي للشعوب وضر الرماد في العيون، أم لا أن الدول العربية فعلا ملتزمة بإدخال المساعدات وستتحدى الاحتلال الإسرائيلي وستتحدى قارات الإسرائيلي وسيكون لمصر دور رائد وجسر في إدخال هذه المساعدات شاء الاحتلال أم أبى. هذا الأمر كله يترجم حقيقة. أنا لا أستطيع أن أحكم على أي قول. الولايات المتحدة الأمريكية تتحدث كثيرا وتطلق تصريحات كثيرة، لكن أنا لا أستطيع أن أحكم على قولها رغم أنها دولة عظمى ودولة الأولى في العالم والمتحكمة في القرار الدولي وفي السياسات الدولية. لا أستطيع أن أحكم عن قولها وقول حتى الرئيس بايدن إلا عندما أرى ترجمته على الأرض، لأننا حقيقة نعيش في عالم يعني ملء خداع وكذب ونفاق وتسويق، يعني حتى تسويق استخدم الدماء، دماء البشر، واستخدم الإنسانية لتسويق سياسي لهذه الدولة أو تلك. فلننتظر
حتى نرى أن هذه القرارات ومصر ماذا سيكون دورها في موضوع إدخال المساعدات.